كنتمنى أن يكون واحد ساعة التكامل يعني من خلال البدايات برامج التنمية الشهرية مع برنامج المحلي للجامعة وكذلك مخطط التنمية العامة يعني من خلال أثناء يعني تنزيل المشاريع وأثناء يعني بناءها أيضا كما جاء على لسان الإخوة والأخوات يعني الهاجس الذي أغرقنا للسألة هو الهاجس التشغيل بالتالي يعني أنا في نظر أنه يجب يعني كيف مقاربات جديدة لخلق فرص التشغيل يعني ما نبقاوش يعني ديما نفكروا أنه نجيبوا مستثمر أجنبي وخارج المدينة يعني لخلق فرص الشغل أنه يعني يجب تفكير مستقبلا يعني من خلال حتى المجالس ديال المقاطعات أو مجلس الجامعة في يعني بلورة أفكار جديدة تخص التشغيل الذاتي وكذلك استثمار يعني هلال المدينة وكذلك مستثمرين أبناء المدينة علما أن يعني لا يقتصر التشغيل على يعني الحياة الصناعية أو المناطق الصناعية بل هناك يعني إمكانية مهمة لخلق فرص الشغل يعني ذاتية وفرص الشغل المحلية داخل يعني المقاطعات وداخل الجامعة يعني خصو شوية الجهود وخصو مجموعة من الشركاء في الموضوع بما أننا كنتكلموا اليوم أو يعني اللقاء يخص مدينة سهلة يعني باش ما نخش في الأمور يعني التقنية بزاف أو يعني لي ديتاي أنا أعتقد أن مدينة سهلة يعني في إطار يعني في خلق فرص الشغل هناك يعني مجال مهم يعني يجب التركيز عليه هو مجال الاستثمار السياحي أو مجال السياحي في مدينة سهلة نعلم أن مدينة سهلة يعني عندها مؤهلات يعني إيكولوجية مؤهلات شاطئية مؤهلات يعني تراثية وثقافية إلى غير ذلك يعني ممكن أنها تخلق يعني فرص شغل مهمة وبالتالي يعني لا يقتصر بما قلت أن فرص الشغل لا تقتصر بالمناطق الصناعية ولكن هناك أيضا مجالات أيضا مهمة لخلق فرص الشغل هذا فيما يخص يعني على مستوى المدينة على مستوى المقاطعة نحن نعلم أنه يعني المجهود الكبير الذي بذل يعني من خلال يعني القضاء على دور الصفيح مثلا وجه الشكر للسيد العامل والاخوان المجلس على المجهودات السلطه المحليه المجهودات اللي تقامت يعني التخلص من هذا دور الصفيح نحن نعلم ان تبريد كمقاطعه يعني عندها واحد المساحه ترابيه كبيره ويعني اغلب دور الصفيح اللي تم التخلص منها تتواجد مقاطعه تبريد الشيء اللي هو يعني واحد الجانب في واحد الافاده للمقاطعه انه اصبحت عندنا اليوم واحد المساحات ارضيه شاسعه وفارغه كنتمناو يعني انه تنال يعني حظا من المشاريع ديال الجهه وانها يعني ما تقاربش مقاربه ثانيه يعني كما يعني سابقا المقاربه العقاريه يعني تفوتها المعيشين العقاريين وبالتالي نزيدو نخنقو المدينه علما ان كل يعني ان مدينه سهله يعني تعاني من واحد المشكل كبير هو مشكل انه مكاينش مناطق ترفيهيه ممتازات السكان سهله ما تيمكنو يرفعو على يمكن وليداتهم لواحد الاماكن انهم تيضطروا انهم يمشيو للغرب او تيقطعوا مسافات طويله وهذا يعني هاجس كبير جدا كذلك نامل ان البرنامج الجهوي للتنميه انه تكون عنده يعني مقاربه شويه ديال القرى تنزيل المشاريع نحاولوا نلمسوا حنا كمقاطعات نبقاو نسمعوا شويه على البرامج ديال الجهه داخل المقاطعات انه تسمعوا غالبا ما تسمع مقاطعه يعني المشاريع الجهويه مرتبطه بفك العزله العالم القراوي تسميات كذا الى غير ذلك ثاني ما قرناش انها تكون واحد الحظ يعني واحد جزء من المشاريع تكون واحد المشاريع ديال القرى داخل المقاطعة داخل التراب المقاطعات باش ما نطولوش بزاف يعني بصفة عامة ما يخص مدينة سهلة أو ما يخص مقاطعة مدينة سهلة في مشاريع جهوية لابد من التركيز على يعني راه مشكل ما عندناش الاعتمادات المالية ولكن المشكل عندنا المقاربات اللي تتم بها هذه المشاريع وبالتالي لابد يعني التفكير مستقبلا في هذه الأفكار كاملة أن في التنزيل ديالها ديال واحد المقاربة تشاربية
انه يعني المقارنه الاحسانيه اللي كانت شحال هذه ديال المشاريع ما عطاتش الاكل ديالها، واخا تيكون الاعتماد المالي ولكن اثناء التنزيل ديال المشروع تلقاو انه فشل. والدليل انه مثلا عندنا مشكل اسواق القرب في مدينه سانا، كاين اشكال عندنا واحد العدد كبير اسواق القرب اللي هو مغلقه، والناس اللي المفروض انهم يستافدوا من اسواق القرب في الشارع يعني دايرين مشاكل في الشارع، بالتالي كاين اشكال هنايا. اذا اعتماد المقاربه التشاركيه، عوض المقاربه الاحسانيه والمقاربه العموديه، يعني كنجيو كنزدو برنامج لواحد السفينه تتفاجئوا به، ما تشاورنا معاهم لا في التشخيص لا في التنزيل لا في التقييم لا في التتبع، بالتالي في النهايه المطاف تيكون مشروع كاين اعتمادات ماليه، مشروع يعني كبير ولكن في نهايه المطاف تيكون فاشل في واحد الجزء كبير من المشروع. اذا هذه بصفه عامه يعني تفاعلا مع